من جديد إذا بداية هذا الأسبوع نشهد باللي خاصة في نهاية الأسبوع كان فيه درجات حرارة عادية تقدر تكون حتى ماهيش مناسبة طبعا لفصل الشتاء، مازال ما شفناش لا أمطار ولا غير ذلك. ننتظر الأمطار. نعم، مريم راح تطلعكم على أكثر التفاصيل في أحوال الطقس بعد قليل. صباح الخير مريم. ياسين صباحك أسعد، كيف أحوالكم؟ صباح النور مريم. صباحك سعيد. كأنك كنت عارفة العنوان لفقرة الرياضة بالنسبة لاتحاد العاصمة. بطلا شتويا. هي كانت صدفة ولكن طاحت جد سوا. يلا تفضلي بأخبار أحوال الطقس. شكرا. إذا المشاهدين أسعد الله صباحكم بكل خير. أول موعد للنشرة الجوية نهار اليوم مدوه بأقصى الجنوب الجزائري على برجوجي مختار عين قزام تين زواطين مرورا بتمن راسات كل المناطق الصحراوية الوسطى حتى من جهة الجنوب الغربي ما بين تندوف بني عباس وأيضا من جهة بشار نحو بعض المناطق والهضاب العليا الغربية سحب من النوع العالي والمتوسط. سماء ملبدة بسحب من النوع العالي والمتوسط تمتد حتى المناطق الساحلية الوسطى وحتى الغربية. بعض الرياح محليا قوية من جهة تندوف عين صالح حتى من جهة ركان هي اللي تؤدي إلى بعض الزوابع الرملية. حتكون إن شاء الله السماء صافية على كل المناطق الشمالية الشرقية بما فيها السواحل المناطق الداخلية وحتى بالنسبة لكل المناطق الجنوبية الشرقية ما بين ورقلة عين عميناس وحتى على أقصى الجنوب الشرقي على منطقة جانت. نشوفوا درجات الحرارة القصوى نهار اليوم إن شاء الله. درجات حرارة فصلية ما بين 18 إلى 19 درجة على كل المناطق الساحلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية، تقدر توصل مع بجاية سكيكدا وعنابة حتى القلا إلى 17 درجة. عندنا على المناطق الداخلية والهضاب العليا الشرقية كقسنطينة ميلا سوق هراس أم البواقي سطيف باتنا خنشلة برج بوعريريج كل مدن الأوراس ناقص من 13 إلى 14 درجة. على المدية مليانة وغليزان معسكر عين تيموشن 16 درجة 14 على البيض 18 درجة إن شاء الله على بشار 19 على غردية وزلفانة. على ورقلة وحسي مسعود والواد 20 درجة 22 على عين عميناس مقاييس ما بين 23 إلى 24 درجة على عين صالح تيميمون أناكور ركان تمن راسات وأيضا من جهة جانة 22 على تندوف 21 على بني عباس. عندنا كأعلى مقياس 25 درجة برجوجي مختار تين زواطين وأيضا من جهة عين قزام بحر جميل وهادئ محليا يقدر يكون قليل الاضطراب ما بين السواحل الوسطى والغربية. معدل سرعة الرياح ما بين 20 حتى 30 كيلومتر في الساعة. اتجاه الرياح راح يكون شرقي تماما على كل السواحل الجزائرية. ترقبوا تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام في النشرات الجوية اللاحقة. عودة إلى بلاتو سوسن وياسين. شكرا لك مريم. هي كانت أنباء تقول أنه بداية الأسبوع المقبل إذا لم تكن فيها أمطار سيتم الإعلان رسميا على الجفاف في الجزائر. العمل أنه الأمطار ستكون حتكون متواجدة الأسبوع المقبل إن شاء الله، لما لا خاصة أنه كما شفنا أنه العديد سيتضرر خاصة الفلاحين والمحاصيل الزراعية ستتأثر وتتضرر بكثرة من ندرة الأمطار. مع أنه كان في تصريحات اليوم لأحد المسؤولين اللي قال أنه 66% من السدود لحد الآن هي مليئة فهي يمكن أن تكون كافية للجزائر حتى ما بعد شهر مارس إن لم يكن فيه أمطار كافية نقدر نقول أنه في جفاف إن شاء الله. ولكن إحنا نقول إن شاء الله تحت بس يقولوا كل موسم وموسمه هذا أكيد راح يأثر على نفسية البعض. على العموم إحنا نكملوا فقرتنا لنهار اليوم ونمر مباشرة إلى حالة الطرقات والوقوف عند أهم المحاور التي تشهد اختناقات مع حضرة رئيس الدرك الوطني الشعبي العياش. صباح الخير مشاهدين الكرام. أولا فيما يخص الحالة اليومية لشبكة الطرقات التابعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني على العموم مفتوحة للسير باستثناء بعض المقاطع على مستوى المدن الكبرى. عادة ما تعرف هذه المقاطع بعض الاختناقات وهذا راجع إلى الكثافة المرورية، أو كذلك على بعض المحاور نجد بعض الاختناقات بسبب ورشات أشغال إعادة التهيئة. فعلى مستوى ولاية الجزائر العاصمة سجلنا الطريق السريع الجنوبي رقم 161 يشهد بعض الاختناقات في حركة المرور وهذا راجع إلى الكثافة المرورية من الساعة 7 صباحا إلى غاية 9 ومن 3 زوالا إلى غاية 6 خاصة على مستوى محول المطار إلى غاية مدخل بلدية دار البيضاء. كما هو الحال بالنسبة للطريق البلدي رقم 6 كذلك يشهد بعض الاختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية وهذا من مفترق الطرق إلى غاية حي الأمير عبد القادر بإقليم بلدية الكاليتوس. كذلك سجلنا الطريق السريع الغربي في شطها
الربط بين الجزائر العاصمة ومدينة جيرالدا هذا النحو، عادة ما يعرض بعض الاختناقات في الفترة الصباحية في اتجاه الجزائر العاصمة ابتداء من منطقة بوشاوي إلى غاية جسر دار إبراهيم. كذلك سجلنا طريق سريع شرق غرب في شطرها الربط بين الجزائر العاصمة وولاية البوليدة يعرض بعض الاختناقات في عدة نقاط بسبب الكثافة المرورية. بالنسبة لولاية البويرة نبقى نسجل الطريق سريع شرق غرب في شطرها الربط بين ولاية البويرة وبومرداس، هذا المحور يعرض بعض الاختناقات في ثلاث نقاط بسبب ورشة الأشغال. النقطة الأولى على مستوى الجسر العملاق ببلدية عين برق، والثانية من المحول الشرقي إلى المحول الغربي لبلدية الأخضرية، وكذلك على مستوى المكان المسمى الطواطيح ببلدية القادرية إلى غاية جسر واد الأربعاء ببلدية الأخضرية. على مستوى ولاية قسنطينة كذلك في جبهة الطريق الوطني رقم 20 في شطرها الربط بين مدينة قسنطينة وبلدية بنباديس، كذلك يعرض بعض الاختناقات خاصة على مستوى المنطقة الصناعية، من الساعة 8 صباحا إلى غاية 5 مساء. بالنسبة لولاية عين دفلة سجلنا كذلك الطريق السيارة شرق غرب في شطرها الربط بين ولاية عين دفلة بين بلدية بومدفع في اتجاه مدينة خميس مديانة بولاية عين دفلة، وهذا يعرض بعض الاختناقات خاصة على مستوى بلدية بومدفع بسبب ورشة الأشغال على مستوى الجسر. بالنسبة هذا فيما يخص أهم المحاور التي تشهد اختناقات في حركة المرور. أما عن حوادث المرور المسجلة خلال 48 ساعة الماضية، فوحدات الدرك الوطني سجلت 82 حادث مرور، أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 22 شخص وإصابة 164 شخص بجروح. بالمقارنة بنفس الفترة السابقة نجد أن هذه الفترة عرفت انخفاض في عدد الحوادث بأربع حوادث مرور، ارتفاع في عدد القتلى بأربعة قتلى، وانخفاض في عدد الجرحى بثلاثة جرحى. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية تيارت، النعامة، ورقلة، ولاية الجزائر العاصمة وولاية الأغواط. الأسباب العامة المؤدية إلى هذه الحوادث نجد أن السواق تسببوا في 71 حادث مرور، وهذا طبعا بمخالفات معروفة، الإفراط في سرعة، التجاوز الخطير، وعدم احترام المسافة الأمنية بين المركبات. الراجلين تسببوا في 7 حوادث مرور، حتى المركبات تسببت في حادثين، والمحيط أي الطريق تسبب في حادث. كانت هذه إذن نصائح والمعلومات اللي قدمها الرائد في درك الوطني شعاوي العياشي. كانت أيضا أرقام قد أعلن عنها حصيلة 2015 من حيث الحوادث المرور، أنا أكيد حيكون عندنا حديث بالتفاصيل عن هذا الأمر. نلتقي بعد قليل وموجز الساعة 8. مواضيع في الصحف الوطنية لنهار اليوم ياسين كانت متنوعة، ربما أبرزها الحدث الذي تكلمت عنه، وحدث آخر يخص توزيع سكنات في الجزائر وتصريح المسؤول الأول على القطاع. كل مواضيع مختلفة تتابعونها بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جولة عبر أهم الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم الأحد 27 من ديسمبر 2015. والبداية بأهم العناوين من الصحف الوطنية. جريدة الشروق التي اختارت أن تكتب على صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض الحديث عن الولاة والأميار يرفضون توزيع 115 ألف مسكن. أما جريدة الخبر فقد كتبت على صدر صفحتها الأولى: لم نقل الساعات العربية في المتوسط، بن غبريت تنفي إصدار أي قرار وتكشف للخبر. أما جريدة الحوار فقد عادت للحديث عن نهاية الشبح وتهاوي أسعار النفط، الجزائريون ينهون 2015 بمفاجأة سياسية يقول وصدمة اقتصادية. أما جريدة ليبرتي التي عادت في الحديث عن رحيل زعيم أقدم حزب معارض في الجزائر بريهاد العام وهو حسين أيت حمد، حيث كتبت: القبائل تحضر لاستقبال جنازة الراحل. نبدأ وإياكم بتفاصيل لنهار اليوم من يومية الشروق التي تناولت كما ذكرت في مقالها الصادر لعدد اليوم وبالضبط في الصفحة 5 موضوع السكن في الجزائر، حيث قال كاتب المقال أن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون حدد رزنامة المخزون السكني الجاهز للتوزيع في السداسي الأول من السنة القادمة، حيث نقل الوزير بحسب المقال أن نسبة الأشغال بصيغة عدل بلغت نسبة 70%، ونفس الشيء بالنسبة لتوزيع قرارات التخصيص والذي سيكون مطلع فيفري المقبل.
أما مكتتبي الترقوي العمومي فسيكون في أواخر ديسمبر. في ذات السياق، لم يسلم بعض الإطارات الولائيين من انتقادات المسؤول الأول الذي شن عليهم هجمة أقول وصفهم بالفاشلين نظرا لعدم استكمال المشاريع التي أكلت إليهم. إلى الشأن الأمني الآن، ومن يومية الخبر التي انفردت بهذا الموضوع المتعلق برفع حالة الطوارئ بولاية غردايا، والتي كانت قد شهدت توترات أمنية عديدة، حيث جاء في نص المقال أنه من المرتقب أن يعقد مجلس أمني يترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال شهر جانفي الداخل، ويخص قرار تمديد أو إلغاء تفويض الجيش الوطني الشعبي بتسيير الوضع الأمني بلديات بولاية غردايا، والتي كانت قد حددت بستة أشهر وبدأت في 10 جويلية الماضي. وتجدر الإشارة أن الاستقرار ساد الولاية منذ أن تولى الجيش مهمة تسيير الأوضاع الأمنية هناك. قانون المالية لسنة 2016 ما زال يلقى الصدى في أوساط السياسيين، حيث قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بنفليس على هامش اللقاء الجهوي الذي جمع إطارة حزبه بعنابة أن هذا القانون ضد الوطن والمجتمع، مستندا في ذلك إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجزائر، خاصة بعد تدني أسعار النفط على حد تعبيره. ولم يكتفي بذلك، بل انتقد حتى مشروع التعديل الدستوري المرتقب، وأضاف بنفليس أن بوادر عدم استقرار تلوح في الأفق نظرا للتناقضات التي أصبحت تطغى على المجتمع الجزائري، وذلك بانتشار طبقات الغنى الفاحش والأغلبية المحرومة على حد وصفها. جولتنا الوطنية نختمها مشاهدينا من جريدة ليبرتي، التي كما ذكرنا في بداية الحديث خصت كلامها عن زعيمي أو عن رحيل زعيم أقدم حزب معارض في الجزائر حسين أيت حمد، الذي ينتظر أن يوارى أثر بمسقط رأسه يوم الجمعة. وجاء في نص المقال أن منطقة القبائل تستعد لاستقباله، وذلك بحضور وفد غفير من المواطنين من كل ربوع الوطن على غرار باتنا، وهران، بجاية، غليزان، سطيف، حيث تم تخصيص فضاء واسع منذ يومين بالاعتماد على مجموعة من العمال من كل من بلديتي آيت حمد وآيت يحيى. إذا كان هذا مجمل ما جاء في صحف الوطنية لنهار اليوم، الكاريكاتير المختار لكم من جريدة ليبرتي وشروق، نتابعه وإياكم. جولتنا الدولية لنهار اليوم نستهلها بشأن الفلسطيني، حيث عنونت جريدة القدس العربي وبالبند العريض أكثر من 25 دائرة وبلدية إسبانية تتبنى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها. إذن هو الخبر الذي تطرقت له جريدة القدس العربي في عددها الصادر لنهار اليوم بإسهاب، حيث قالت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالأغلبية اعتمدت مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والشرقية والسكان العرب كذلك في الجولان السوري المحتل وضمان سيادتهم على مواردهم الطبيعية. هذا وقد صوت أقول على القرار 164 دولة فيما عرضته أخرى، وينص على أن تتقيد أقول إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني، مؤكدا على عدم استغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية. ختاما من جريدة العربي الجديد، والتي فضلت الحديث عن الأزمة اليمنية والمفاوضات المرتقبة شهر جانفي الداخل، حيث قالت أن الحوثيين والرئيس المخلوع عبد الله صالح يسعون بخطى حثيثة لاستعادة ما خسروه في معاركهم ضد المقاومة وقوات الشرعية اليمنية. وتم ذلك على ضوء محادثات سويسرا والتي انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، وسجلت معها تراجعا في الحراك السياسي في الأيام القليلة الماضية.
من جانب آخر، أشار المبعوث الأممي إسماعيل أحمد ولد الشيخ إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل بين كافة الفصائل التي شاركت في المحادثات السابقة، إلا أن المسعى يبقى متواصل، خاصة ما تعلق بتحرير تحرير الأسرى ووقف إطلاق النار وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق باليمن التي تعاني النزاع. كان هذا مجمل ما جاء في الصحف الوطنية والدولية لنهار اليوم. نلتقي بعد قليل لإتمام باقي فقرات البرنامج. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن فقرة الحدث والحديث عن الشباب الجزائري وضرورة الاستثمار في وقت يعزف فيه العديد من الشباب على النشاط السياسي والنشاط الدبلوماسي، نشوف أن هناك تحركات لإعادة بعض هذا النشاط من جهة أخرى. صحيح، اليوم نستضيف في الاستوديو ممثلين عن نموذج الأمم المتحدة في الجزائر، هذا البرنامج الكثيف والثري. نسعد نستضيف على يميني المكلفة بالإعلام، نبدأ بلدام دابور بعد عفاف عساس مكلفة بالإعلام في نموذج الجزائر، نموذج الأمم المتحدة في الجزائر. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. أما على يساري مؤسس والأمين العام لهذا البرنامج السيد عريف عبد الجليل. صباح الخير. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. بداية حتى نضع المشاهدين في الصورة، برنامج أو نموذج نموذج الأمم المتحدة UNMA، هذه بالفرنسية، بالإنجليزية المعروف بها هي M-U-N، موديل يونايتد نيشن. عرفنا بهذا النموذج، هو يهدي طبعة ثانية هذا العام، طبعة العام تكون. صحيح. بداية، ما هو هذا النموذج، نموذج الأمم المتحدة؟ أولا صباح الخير لكل المشاهدين وشكرا على الاستضافة، شكرا لضوء الشروق نيوز. برنامج نموذج الأمم المتحدة هو برنامج تثقيفي تربوي بطريقة تفاعلية، يعمل على محاكاة عمل الأمم المتحدة التي تقام هنا، ليس عندنا سفراء لكن عندنا شباب هم الذين يقومون بدور السفير، يعني هم الذين ندربهم على كيفية حل المنازعات الكونفليكت ريزولوشن، على كيفية طريقة تداول اللجان والمناقشات خلال لجان الأممية، وكل هذه القواعد يتم التطرق إليها من طرف لجنة التنظيم ولجنة التدريب على مستوى البرنامج التي تقدم إلى المشاركين أي المندوبين. وهناك عندنا العديد من الأنشطة التي نقدمها للطلاب عامة. جيد، على هامش هذه الأنشطة، هذا المؤتمر تحتضنه المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، برنامج كما قال ياسين مكثف، نشاطات مختلفة خاصة ما تعلق بالنشاط الدبلوماسي، كيفية حل النزاعات ومفاوضات وما إلى ذلك، أكيد راح يشرف عليه مؤطرين وأساتذة في هذا المجال. حدثنا أكثر، شكون راح يكونوا حاضرين، شكون هم المؤطرين اللي راح يأطروا هذه الطلبة؟ أؤكد أنه المؤطرين كلهم من الشباب. برنامج نموذج الأمم المتحدة من الشباب وإلى الشباب الجزائري. جيد. كلهم على حد سواء، هناك من تحصلوا على تدريبات خاصة الذين هم على مستوى لجنة الإشراف على اللجان، هم من الشباب، منهم من هم على مستوى الجزائر العاصمة، منهم من برقلة، منهم من وهران، منهم من من يعني البرنامج يخص جميع ولايات الوطن، جميع الولايات الجزائرية من كل مختلف الأقطار الوطن الجزائري. جميل. ربما نشوفوا الجانب النسبي دائما حاضر، لكن حاضر بصورة إيجابية وصورة فعالة. الجانب الإعلامي هو اللاتاش اللي عطاوها لك هذا العام، بعد الطبعة الأولى اليوم هذا العام طبعة ثانية، وشنو هو الطريقة اللي اعتمدتموها هذه السنة للحديث لتسليط الضوء لإبراز هذا الحدث في الجزائر؟ إذا أود أن أشير الذكر أنه أنا ما كنت حاضرة في الدورة الأولى، انضميت للبرنامج هذه السنة كبداية. نتحدث عن التغطية الإعلامية في الدورة الأولى، هي كبداية كانت مليحة، كانت يعني نقولوا ممتازة، لكن في الطبعة الثانية لازم يكون كاين تطور، لازم يكون كاين إضافة، تدارك للأشياء اللي ما كانت في أكيد. الطبعة الأولى أكيد طبعا، وهذه اللي رانا نعتمدوا عليها. أولا راح نركزوا على الجانب الإعلامي، تلفزيون راديو والصحف المكتوبة، وهذا الشيء رانا نركزوا عليه، وإن شاء الله غدا راح يكون في حفل الافتتاح، إن شاء الله راح يكون حضور إعلامي كبير إن شاء الله. أيضا نعتمدوا أكيد على المواقع التواصل الاجتماعي، هي مهمة، صفحتنا في فيسبوك، صفحتنا على تويتر،
هي اكيد راح نكون راح يكون في تفاعل بينكم وبين وبين المشاركين بين المهتمين بهذا البرنامج، كاين تفاعل كبير، وايضا نديروا تسليط الضوء، ايضا ننشروا كل مقالاتنا كل اخبارنا او اي حاجه ننشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. لو ناخذ مثلا سيد عريف عبد الجليل قضيه معينه، مثلا قضيه اليمن التي تشهد مفاوضات وما الى ذلك، اكيد انتم برنامجكم راح ينتقل من النظري عفوا الى التطبيقي. اسمحوا لي، كيفاش يكون هذا الانتقال من بين الجانب النظري في حل المفاوضات الى الجانب التطبيقي؟ يكون هناك ربما فيه برامج معينه تعتمدوها، معايير مختلفه؟ صحيح، هو بالنسبه لنا على مستوى برنامج المنتج الامم المتحده خاصه للطبعه الثانيه اعتمدنا كثيرا على الاقتراحات التي قدمت الينا من طرف المشاركين واخذناها بعين الاعتبار لكي نحسن من مرضيه البرنامج لهذه السنه. في هذه الطبعه حاليا قمنا بالعديد من اخذنا بالعديد من الاقتراحات، خاصه قمنا باستدراك النقائص التي عرفناها خلال الطبعه الماضيه، واستدعينا طاقات شابة التي عملت على تحسين مردودية البرنامج لهذه السنة. بالنسبة لقضية اليمن سيتم التطرق إليها على مستوى مجلس الأمن الأمم المتحدة، لأنه مفاوضات راح تكون في جونزي داخل، ستكون تحت عنوان تأمين الخليج قضية اليمن. عندنا في اللجان الأخرى على سبيل المثال في الإيكوسوك المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيتم التطرق إلى مشاركة الشباب في الأهداف التنمية الأممية، عندنا أيضا لجنة نزع السلاح، وعندنا اللجنة الخاصة التي سيتم التداول فيها تداول النقاشات كلها باللغة العربية. الطبعة الجزائرية قمنا بترجمة للمضامين القواعد الأممية للمناقشات، وقمنا بالاعتماد عليها خلال هذه الطبعة، وسيتم التداول كل النقاشات كل المناظرات ستكون باللغة العربية. هذا مبادرة من المشرفين على البرنامج لتعزيز الأنشطة باللغة العربية لدى الشباب العربي. هي أكيد نشاطات مختلفة، لكن اليمن هو عنصر أو نقطة من بين النقاط ومن بين المواضيع القضايا اللي حتناولوها. هل حتكون مثلا دورات لإعطاء الكلي السكيلز المفاتيح اللي يخلي الناس يكونوا واجدين من أجل المناقشة، من أجل أيضا الحوار للوصول إلى حل دبلوماسي اللي هو الدور الأمم المتحدة في نهاية المطاف؟ احنا بالنسبة لنا كشباب هذا مبادرة منا لإيصال صوت الشباب لكل الجهات المختصة، إنه إحنا عندما ننتهي من فعاليات المؤتمر سيخرج بمقترحات resolutions. هذه المقترحات الأوراق سيتم إرسالها لكل الجهات المختصة، وزارة الخارجية، مكتب الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة بنيويورك، كل جهات خبراء في هذه المجالات، نعطوهم كيف نظر الشباب الجزائري لهذه المواضيع. ويمكن إيصالها. سؤالي قبل ما نوصلوا للنهاية اللي هو إعطاء ريزولوشنز واقتراحات وتوصيات للمؤسسات الدولية والبرامج الدولية، لكن هادو الشباب اللي حيكونوا داخل هذا البرنامج هل كانت عندهم تأطيرات في ما قبل، تكوينات حتى يكونوا مؤهلين من صح التعبير لهذا النوع من النقاش اللي هو مثل الأمم المتحدة ونقاش دبلوماسي حوار دبلوماسي مفاوضات حتى صحيح مفاوضات؟ احنا على مستوى السؤال فقط سؤال موجه لكليكما هو ان ديبا ان ديسكوسيون. شكرا. احنا على مستوى لجنة الإشراف على البرنامج عندنا وظيفة خاصة بشخص معين اللي هي النائب الأمين العام المسؤول عن الشؤون مع المندوبين، اللي احنا بمعية الأمين العام نؤطر المشاركين. تم اختيار المشاركين عندنا لهذه السنة أزيد عن 150 منبثقين عن 38 ولاية، كلهم تم تأطيرهم عبر الجوجل هانج أوت، نقوم بتدريبات لهم. فيهم من رحنا إلى الولايات وقمنا بالتدريبات،
وفيهم من كانوا من بين المشاركين السنة الماضية. يعني هذا ما عزز أنه إحنا كمشرفين على البرنامج لم نريد إلا إحنا لنقوم بالتدريبات، لكن أدخلنا عنصر للاستفادة من تجربة المشاركين الآخرين، وتم مشاركة تجربة المشاركين للطبعة الأولى مع المشاركين للطبعة الأخرين. طيب هذه التجارب المنبثقة عن هذا المشاركين اللي تم الاستفادة منها، وانت قلت أنكم تبعتوها للوزارات، معنية مثلا وزارة الخارجية، تم اعتماد عليها؟ يعني تم اعتماد توصيات او مقترحات من الشيء اللي قدموه؟ نخلي هو يجاوب عليه. هو بالنسبه هذا هو النقطه اللي نموذج الامم المتحده ياكد عليها كل مره، انه المقترحات اللي نقدمها للشباب هي مقترحات عندها مصداقيه، ولا حاجه تجسد في الارض تطبق. اذا جسدت هذا يكون من الأحسن، إذا ما تجسدت ليس من الضروري أن تجسد، لأنه الشباب اليوم هم قادة الغد. يعني أنه النظرة اللي خرج بها خلال هذه المناقشة سيتم الاعتماد عليها خلال 5 سنوات القادمة، إذا كان من بين صف الدبلوماسيين أو يعمل في مجال معين يستفيد من خبرته كمشارك في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة. هذول المشاركين في الطبعة الثانية ولا الطبعة الأولى، وشو ما الكريتير اللي وضحتوهم؟ هل لازم يكونوا خريجي معاهد دبلوماسية أو طلبة في علوم سياسية علاقات دولية؟ يعني تفضلي عفاف. المعايير اللي وضحتوهم؟ هي معظمهم طلبة، معظمهم طلبة، وتراوح أعمارهم، هم شباب، تتراوح أعمارهم بين 18 16 17 حتى 25 سنة هكاك. عندنا مازال عندنا فرصة أن نشارك. ولا يجي ما كاش تخصصات يعني محددة، المهم يكونوا عندهم هذا الاهتمام، عندهم هذا الاهتمام، تكون عندهم الكريتير اللي نطلبوها منهم. نو كاين أصلا احنا نعتمدوا على اللغة الإنجليزية في معظم دوراتنا، نو لازم يكونوا متمكنين من اللغة الإنجليزية. طيب تم إشراكهم من قبل وزارة مثلا الخارجية وعدة وزارات لذهاب لحل نزاع معين، لمفاوضات ومحادثات معينة، تقديم مقترحات كشخص كشخص؟ هذا موضوع ثاني، لكن كبرنامج نموذج الأمم المتحدة لحد الساعة نحن كان عندنا مبادرات مع وزارة الخارجية التي كان من المفروض أن نقدم دورات تدريبية لنموذج الأمم المتحدة بناء على طلب من وزارة الخارجية، المعهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية لدري اللي كان يقدم دورات تدريبية لفائدة الملحقين الدبلوماسيين بالوزارة. يعني هذه كبادرة أولى من طرف برنامج نموذج الأمم المتحدة ووزارة الخارجية، لأنه سيخلق حلقة تواصل ما بين الشباب الجزائريين وبين المهتمين في المجال الدبلوماسي الذين هم في الميدان أيضا. لو نعود إلى الطبعة الأولى، الطبعة الأولى اللي كانت السنة الماضية لوجيكما، ما هي المواضيع اللي أدرجتموها داخل جدول الأعمال السنة الماضية؟ مثلا النزاعات، هل كان فيه مثلا نزاع كان سوري؟ كان فيه العام الماضي ارتأينا مع لجنة الإشراف على اللجان ورؤساء اللجان، ارتأينا أنه موضوع القضية الفلسطين يكون حوار على مستوى مجلس الأمن الأممي، وكانت النقاشات جد 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 حادة. يعني هناك الفيديوهات يمكنك أن ترونها على مستوى على اليوتيوب، على قناة البرنامج على مستوى اليوتيوب، سترون أن النقاشات كانت جد جد حادة، لأنه حتى تم الاستدعائي أنا كمشرف على البرنامج لكي أكون على مستوى المجلس. من أين جاء؟ لأنه ربما المعروف أن القضية الفلسطينية جامعة هنا في الجزائر، إذا كانت لأنه إحنا في الجزائر، إحنا في البرنامج نموذج الأمم المتحدة، عندما يأتي الطلاب يعني أنت جزائري، لكن عندما تمثل وجهة النظر الدولة. ليش هذا المنظور؟ لأنه في الدبلوماسية قبل أن تمارس الدبلوماسية، قبل أن تمارس النشاط الدبلوماسي، يجب أن تعرف كيف الطرف الآخر يمارس سياساته الخارجية. يعني في تجارب من الدول الأوروبية، يعني تعتمد على تجارب أوروبية. نعم. حتى نبسط الصورة وحتى نفهمها أكثر، داخل مثلا كانت قضية الفلسطينية، كان فيه NGOs ممثلين عن NGOs، منظمات غير حكومية عفوا، داخل هذه اللقاءات هل كان فيه مثلا تمثيل
نوعا ما تقوموا بتمثيل لتمثيلية إن صح التعبير؟ كان فيه تمثيل، وكان فيه تمثيل أيضا لبلدان، الشباب الجزائري مثل بلدان، أنه قبل أن يمثل بلد يجب أن يقوم ببحث عن وجه عن موقف الدولة اتجاه الموضوع، سياسة الخارجية، سياسة الخارجية يعني. وكان في هناك ممثل عن دولة الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية الجزائرية اللي كان النقاش جد حاد، وكان أتى إلى اللجنة ب الأوراق البحثية يعني. كان خاصة النقاشات كانت جد مثيرة على مستوى الاقتراحات. بالنسبة للموضوع يلا نروحوا الاقتراحات بعدين. الاقتراحات اللي خرجتوا بها السنة الماضية. الاقتراحات عندنا 5 resolutions، هم يمكن لكم أن تطلعوا عليها على مستوى الموقع تاعنا www.algeriamun.org. يمكن ايضا اتصال مباشره بلجنه التنظيم على مستوى algeriaamun@gmail.com، ويتم ارسال نسخ للكل. يعني كان في 5 توصيات خرج بها المؤتمر، وتم ارسالها الى كل الجهات المختصه. تم العمل بهذه التوصيات ام لا ندري؟ لأنه يعني معظم التوصيات لأنه اللي تقدموها ما يعودوش يطلعوكم إذا تم العمل بها أم لا. إذا تم الاطلاع عليها يؤكدوا أنه تم الاطلاع عليها، لكن إذا تم الأخذ بهذه الاقتراحات لا ندري. أتنا أبرز ربما نشوفه مع مر الزمان، أبرز اقتراح مديته لتوصية ومن السنة الماضية المقبلة نشوفه نقولها هذا اقتراح. عندنا على مستوى اللجنة الخاصة للسنة الماضية اللي كانت لجنة الشؤون الجزائرية، كانت أحدثت خصيصا للطبعة الجزائرية في 2014، أنه كان من بين المقترحات أنه تخلق أرضية وطنية للشباب التي تكون عبر برلمان الشباب الجزائري، التي هي أنا شخصيا بصدد التطرق إليها، وإن شاء الله يتم تسجيلها كبرلمان شبابي الجزائري. هذه راح تكون اكيد اضافه جيده ومشرفه للقضيه الفلسطينيه. عديد القضايا الشائكه التي يواجهها الوطن العربي، ناخذها اقليميا ودول الجوار. ليبيا نشوفوا انه 4 سنوات بعد سقوط نظام القذافي ما زالت تعاني الامرين، انتشار الميليشيات، انتشار السلاح وما الى ذلك، وعلى غرار الجريمه المنظمه والجماعات الارهابيه. انتم كشباب جزائري كان لكم دور وربما قدمتم اقتراحات في هذا المجال، خاصه انه الحوار الليبي مر على الجزائر مرات عديدة. لهذه السنة احنا بالنسبة لنا يجب نأخذ على عاتقنا مسؤولية أنه يجب أن ننشر ثقافة الوعي لدى الشباب، لكي يجب أن يفرز المعلومات التي يستقبلها. لهذه عندنا في الطبعة اللي طبعها سنة 2015 على مستوى اللجنة الرابعة التي تكون لجنة نزع السلاح والأمن الدولي للأمم المتحدة، سيتم التطرق إلى خطر الجماعات الإرهابية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. يعني هذا الموضوع سيتم تداوله ابتداء من اليوم، سيتم تداوله لمدة 4 أيام، وإن شاء الله سنوافقكم بالاقتراحات التي يتم التطرق إليها. هو اليوم حتكون الافتتاح الرسمي لهذا النشاط، تنضع المشاهدين في الصورة أبرز المحطات اللي حتكون هذه السنة في هذه الطبعة من حيث النشاطات، من حيث البرنامج. إذا بداية المؤتمر راح تكون اليوم بحضور المندوبين، راح يجتمعوا اليوم حوالي الساعة 12 الواحدة بعد الظهيرة، راح يتلاقوا اليوم. راح تكون كاين جلسة تدريبية لهم من عند عليف عبد الجليل، وغدا إن شاء الله بداية صباحة الغد راح يكون حفل الافتتاح بحضور ضيوف وشخصيات دائما بالمدرسة سياسية الأعمال. شخصيات وطنية تكون معكم. شخصيات وطنية سياسية أكيد ودبلوماسيين أيضا. إضافة إلى ذلك بعد حفل الافتتاح راح يجي بعده مؤتمر صحفي، وبعد المؤتمر الصحفي كل لجنة راح تبدأ حواراتها ونقاشاتها، وهذا الحوارات والنقاشات راح تدوم 3 أيام إلى غاية 30 من شهر. حتكون فيها أونلاين ستريمينج يعني بث مباشر مثلا؟ حاولنا نديرو هكا، فكرنا فيها لكن مع الظروف هكا ما قدرناش نديرها، ممكن السنة الجاية طبعا إن شاء الله. طبعا أنا سؤالي حيكون أكثر عملي داخل، أكيد عندك تجربة في جانب المفاوضات،
هذا السنة مثلا حيكون فيه مادام حتكون فيه مفاوضات او حتكون فيه جلسات مفاوضات مستقبلية وربما ان شاء الله نهائية بالنسبة للصراع السوري، اولا هل ستتحدثون او تتطرقون الى الملف السوري؟ في حال طرقتم الى الملف السوري ما هي الأرضية اللي حتحطوها لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع؟ للأسف الطبعة الحالية سيتم التطرق يتم التطرق الا الى موضوع اليمن، قضية اليمن فقط في تأمين الخليج. وكل سنة كل طبعا عندكم موضوع واحد تختاره، كل سنة عندنا موضوع واحد يتم تداوله على مستوى لجنة واحدة، يعني على مستوى لجنة الأمم المتحدة للأمن، مجلس الأمن للأمم المتحدة يتم تداول إلا موضوع واحد، الإيكوسوك يتم تداول موضوع واحد اللي هو بالنسبة للإيكوسوك سيكون مشاركة الشباب في الأهداف التنمية الأممية يدخل في نفس سياق البرنامج المخطط الأمم المتحدة التنمية المستدامة. صحيح، احنا لانه تم الامم المتحده اطلقت الاهداف التنميه الامم المتحده الجديده، يعني احنا بالنسبه لنا كشباب كيف سيكون لنا الدور في هذه الاهداف؟ يعني هذه الاهداف ستتم احنا اللي غدا سنعيش اهداف او اختيارات تم القيام بها من طرف الامم المتحده، يعني احنا كشباب ماذا سيكون دورنا في هذه الاهداف؟ خطوات بوتوم اب تبدا من البوتوم اب ذاتس ذا جميل. اسمح لي فقط ياسين، بما انه تحدث الى ازمه اليمن والمفاوضات انتهت منذ ايام فقط بمدينه جنيف بسويسرا، المفاوضات الاخرى راح تكون مطلع جانفي الداخل، كان فيه ربما الاطراف ولا الفصائل المتنازعه وصلت الى صعوبه عدم اتفاق بحسب المبعوث الاممي بين مختلف الفصائل المتنازعه. انتم اليوم كشباب نشوفوا انه هذا الملف متازم، ملف شائك جدا بالرغم من طول المحادثات لانه ما فيش توصل الى نزع السلاح. انتم اليوم كشباب جزائري وشنو هو التصور او معظم لو تقدم لنا مقترحين راح تقدموهم في نموذج برنامج الامم المتحده لفك هذا النزاع؟ احنا كشباب جزائري اولا نعزز موقف الدولة الجزائرية سياستها الخارجيه والعقيده الدبلوماسيه. احنا كشباب جزائري اذا كلنا نشجع الحوار بين كل مختلف الاطراف، يعني الحوار هو اساس للاقدام على خطوه للامام، يعني الحوار هو اساس كل شيء، وان شاء الله اذا كان فيه مفاوضات اخرى يجب اذا احتجت الى 5 مفاوضات 6 مفاوضات لما لا، لانه احنا نحتاج الى حل سلمي وليس لفك النزاع بطرق بالسلاح او بشن الحرب. هل ما دام تحدثتوا عن السياسه الخارجيه للجزائر، هل من خلال التوصيات التي قدمت في الطبعة الماضية كانت فيه انتقادات بناءة بالنسبة للسياسة السياسة الخارجية للجزائر من حيث الآليات من حيث الإجراءات؟ بالنسبة للسنة الماضية لم في خلال المقترحات التي قدمت مباشرة إلى مكتب الوزير للشؤون الخارجية وقدمت إلى المدراء العامين على مستوى وزارة الخارجية للتطرق إلى سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق أيضا الفاكس المباشر للوزارة. يعني مضمونة هل هي محفوظة ويمكن الإعلان عنها بالنسبة للاقتراحات اللي قدمتوها المضمونة؟ الاقتراحات كلها يعني فول ترانسبيرنسي، يعني شفافيه، يمكن التطرق اليها على مستوى الويب سايت بتاعنا، الموقع الالكتروني www.algeriaamyuan.org. جميل، سيتم اعطينا فقط نقطه مثلا تقول مثلا بالنسبه لي اي ملف بالنسبه للساحه الدوليه كيفاش تطرقت له السياسه الخارجيه الجزائريه؟ وانتم كشباب في هذا البرنامج شفتوا انه كان لابد ان تتعامل معه بطريقه مغايره. احنا بالنسبه لنا كشباب جزائري على سبيل المثال اليمن، موضوع اليمن سيتم التطرق اليه عندما يكتمل المناقشات والمناظرات، سيتم لانه احنا لا نقدم الاقتراحات سواء الا على الحبر على ورق، انه الاقتراحات التي ستقدم سيتم على الصعيد الشخصي سيتم التطرق مع المسؤولين مباشره كيفيه تجسيدها، ليس لتجسيدها لكن كيفيه مراعاه النظرة الاستشرافية التي قام بها الشباب. يعني إجابته حتى إجابته دبلوماسية بامتياز اليوم، في يعني منصب الرجل المناسب المكان المناسب بالنسبة للدبلوماسية. في الأخير حتى نختم هذا اللقاء شيق، كلمة أخيرة لكليكما، نبدأ الأخ اليمين.
إذا نشكركم على الاستضافة أكيد، ونأكد أنه برنامج الأمم المتحدة هو برنامج من الشباب إلى الشباب، أي شاب طموح مهتم بالدبلوماسية مهتم بالعلاقات الدولية بصفة عامة بالسياسة يمكن يدخل عندنا، ما عليه غير يطلع على صفحتنا على الفيسبوك Algeria Model United Nations. أيضا نوجه تحية لكل الفريق العامل معنا في برنامج نموذج الأمم المتحدة، مكاش عفف وعارف كلهم راهم حاضرين معنا، هناك 12 شخص واحد أخر من في مجالات مختلفة عملوا على نجاح هذه الطبعة، وإن شاء الله راح تكون طبعا إن شاء الله تكون هذه الطبعة كذلك طبعة ناجحة إن شاء الله. لأنه في الباست في الإذن قال لك هنا ثاني نشكر الفريق العمل وجهوده الكثيفة محرز الناس من على الهرم إلى كل العاملين، شكرا. تفضل. شكرا ياسين، أشكر مجددا إلى كل فريق العمل الذي كل الجهات التي عملت على إنجاح برنامج نموذج الأمم المتحدة ابتداء من طبعته الأولى إلى غاية الطبعة الثانية، سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين، شكرا جزيلا. وأشكر فريق العمل الذين سهروا الليالي لإنجاح هذه الطبعة. هناك شفناها في الفيديو يعني جهود كثيفة، وفي الفيديو الأمر اللي جبدني أنه دائما كنت متواجد يعني حريص من البداية إلى نهاية. هو أنا والله إلا الدورة تاعي يكون إلا للمساعدة، لأنه أعتمد خاصة على إذا احتاج أي واحد من الفريق العمل إلى مساعدة أقدمها، لأنه كلهم طاقات شابة. لأنه أنا شخصيا أقوم بجولات خلال الولاية من ولاية إلى أخرى، وأتشرف بمعرفة وبملاقات شباب جزائري جد عندهم قدرات، اللهم بارك. يعني إذا تم استغلال هذه القدرات والله حتى ربما اللي ما عرفش عارف عبد الجليل في بحث قليل أنا شفت عندك مسار لا بأس به في مجال الدبلوماسية من خلال تجمعات من خلال تظاهرات من خلال أيضا ديزورغان مثلا حتى الجامعة آخرها كان في الجامعة العربية. جامعة الدول العربية نظمنا بمعية شباب الوطن العربي تحت مع مؤسسة الفكر العربي، نظمنا فكر 14 الذي كان على مستوى جامعة الدول العربية. أنه واحد باش يدير الدبلوماسية مش إلا إذا أنك يجب أن تكون تابع وزارة الخارجية، لا، أنه يمكن لك أن تدافع عند على المصالح البلد تاعك، يمكن أن تدافع على القومية تاعك، وأنك ليس مع وزارة الخارجية وليس هي المهم أنه تقولوا أنه توفر هذا الطاقة وتوفر هذا الإرادة في الشباب. صحيح. هو شيء المهم والفضاء كذلك الفضاء. والبيئة لتقديم هذا النشاطات. الأمين العام للمؤتمر عريف عبد الجليل، شكرا لك على حضورك معنا. شكرا. عفاف عساس مكلفة بالاتصال على مستوى المؤتمر، شكرا لك، نتمنى لكم التوفيق في هذا الطبع. احنا نواصل فقرات شوف مورنينغ، نتكلم على شباب وخريجي الجامعات من جانب اخر. نعم، دائما في مستوى طلبه ولكن من جانب اخر، خريجو النظام الكلاسيكي يطالبون وزير التعليم العالي بفتح مسابقات الماجستير. هذا هو عنوان الحدث الذي او الموضوع الذي ستناقشه ناديه محرز مع ضيف بعد قليل. تنضم الينا ناديه محرز. صباح الخير. صباح الخير ياسين. صباح الخير سوسن. صباح النور. بدايه الاسبوع موفقه ياسين سوسن. يا اسبوع بدا يوم امس مع النشره المحليه او مع المجله المحليه. نعم، في المورنينغ ويكند. نعم، صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام. اذا نود التحدث اليوم عن قرار وزير التعليم العالي طاهر حجار القاضي بالغاء مسابقه الماجستير، وهو القرار الذي اثار موجه غضب من خريجي من قبل خريجي النظام الكلاسيكي، خاصة وأن البديل المتوفر لديهم هو تخصيص 10% فقط في لهم في مسابقات الماستر، وهو الأمر الذي سيحرم الكثير منهم من الالتحاق بالدراسات العليا. سنتحدث أيضا عن ميلاد اللجنة الوطنية لخريجي النظام الكلاسيكي وانضوائها تحت لواء نقابة السنباب، هو الكيان الذي يعنى بمشاكل خريجي النظام الكلاسيكي. إذا لتعرف أكثر عن دور هذه اللجنة وما تقدمه من إضافة لخريجي النظام الكلاسيكي، يحضر معنا السيدة سبخة عبد القادر رئيس اللجنة الوطنية لخريجي النظام الكلاسيكي. صباح الخير سيدة. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. صباح الخير. بداية سيدة سبخة، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات تمكنت اللجنة الوطنية لخريجي النظام الكلاسيكي من أن تهيكل من هيكلة نفسها في إطار قانوني بعد انضمامها إلى نقابة السنباب. كيفاش كسؤال بديهي فقط سيدة سبخة، كيف راودتكم فكرة إنشاء هاللجنة ومتى تم تأسيسها أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية صباحية عطرة لكم ولمشاهدينا الكرام في ربوع الوطن.
قبل أن نتحدث عن اللجنة وهيكلتها وانشغالاتها ومطالبها واقتراحاتها، لابد أن نشير إلى أمر مهم. يقول المثل إذا عرف السبب بطل العجب. فسياسة الحكومة في مجال قطاع التربية، مجال قطاع التعليم العالي، أفرز لنا جيلا محالا على التقاعد المسبق. كيف ذلك؟ فالطالب عندما يحرم من مواصلة مشواره الدراسي فهذا إحالته على التقاعد. يعني مواصلة الدراسات العليا. نعم، نتكلم عن الدراسات العليا، عن مسابقة الماجستير. إذن كان هذا نقاش شبابي ونقاش خريجي النظام الكلاسيكي. من هنا بدأت فكرة إنشاء كيان يدافع عن هذه الشريحة الواسعة التي تمثل فئة هامة من المجتمع، حيث نعرف أن الجامعة الجزائرية بدأت تدرس وفق النظام الكلاسيكي منذ 1970 إلى يومنا هذا، اعتبار أن المدارس العليا للأساتذة ما زالت تخرج وفق النظام الكلاسيكي. بدأت الفكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالعادة في مجموعة صغيرة، ثم كانت المجموعة لها صدى في مختلف الولايات الوطن. بعد ذلك حاولنا أن نتهيكل في إطار قانوني، وهو الأمر الذي سنتكلم عنه. ربما نكمل الحديث عن هذا الملف الشائك، لكن مشاهدينا ابقوا معنا، نرجع بعد قليل والحديث عن الملف الكلاسيكي ونظام الألمدي. ابقوا معنا. مشاهدينا، صفحات البرنامج على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم التواصل معنا وابداء رايكم وارسال اسئلتكم في هذا الموضوع الذي يخص ياسين. نعود الحديث عن النظام الكلاسيكي ونظام الالم دي الماستر ماجستير. نعم ياسين، وانا بدوري ان نواصل الحديث مع ضيف الحدث والسيد عبد القادر سبخه رئيس اللجنه الوطنيه لخريجي النظام الكلاسيكي. مرحبا بك من جديد. اهلا وسهلا. اذا وصلوا فقط حديثنا، كنت في نقطه انه الفكره انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فكره تاسيس هذه اللجنه. قلنا ان بلورنا هذه الفكره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثم كان لزاما علينا ان نجسدها واقعا عمليا في الميدان. فكانت لنا وقفه احتجاجيه اولى امام مبنى وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 13 من أوت 2015. هذه الوقفة كانت لهدفين: أول أنه للتعبير عن شغالات هذه الفكرة، وثانيا كيف نطور هذه الفكرة إلى أن نصل إلى لجنة، يعني في إطار إلى قانوني، أن نصل إلى هيكلتها في إطار قانوني ويكون لها فروع عبر مختلف ولايات الوطن. نعم. طيب كيف كان تجاوب خريجي نظام الكلاسيكي مع هذه اللجنة؟ يعني كيف كان موقفهم منها؟ يعني الحقيقة الناظر إلى سلسلة الاحتجاجات التي قامت بها اللجنة الوطنية لخريجي النظام الكلاسيكي يعرف كيف كان انتشارها الواسع عبر مختلف ولايات الوطن. فمدتها من هيكلة اللجنة إلى يومنا هذا كفكرة 5 أشهر، نجد أن الآن الكثير والكثير من خريجي النظام الكلاسيكي يبارك هذه المبادرة وينطوي تحت هذه اللجنة دفاعا أكيدا ومطالبة بحقوقه. نعم. نعم، بما أنك قلت أنه هذه اللجنة تنشط يعني في العديد من ولايات الوطن، كيف يتم تنسيق بينكم وبين أعضاء اللجنة السيدة سبخة؟ نعود إلى الهيكلة القانونية للجنة وانطوائها تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سنابا. بعد سلسلة الاحتجاجات التي قامت بها، وخاصة الاحتجاج الذي كان
أمام مختلف جامعات الوطن. كان لزاما علينا أن يكون هناك غطاء قانوني ننظم ونهيكل فيه أنفسنا. فكان اليوم 20 من ديسمبر الماضي بدار نقابات بباب الزوار لقاء جمعية عامة. يعني الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي هيكلت فيه اللجنة حيث شكل المجلس الوطني والمكتب الوطني وانتخاب المكتب الوطني للجنة الوطنية خارج النظام الكلاسيكي. الآن اللجنة ماضية في هيكلة فروعها عبر مختلف ولايات الوطن، حيث من الأسبوع الماضي إلى يومنا هذا هناك هيكلة تقريبا ل 15 ولاية، ويوم غد سيكون هيكلة ولايتين هي ولاية تيارت وولاية المسيلة. انتظارا انها يعني تنتشر في كل ولايات الوطن. بالنسبه للاهداف التي سطرتها الجمعيه والتي ترغب يعني في تحقيقها على المدى المتوسط والبعيد. نعم، اذا كان هذا المحور نقاش المجلس الوطني ايضا، حيث رات اللجنه انه لابد ان يكون العمل على جبهتين، الجبهه البيداغوجيه والجبهه الاجتماعيه، حيث في الجبهه البيداغوجيه كانت هناك مطالب مدروسه ومطالب واضحه لفئة النظام الكلاسيكي، أهمها المطلب الأول والمطلب الرئيس الذي ندور حوله هو فتح مسابقة الماجستير بالنسبة لخريجي النظام الكلاسيكي في كل جامعات الوطن مع رفع نسبة. ثانيا معادلة الشهادات بالنظر إلى عدد سنوات الدراسة ما بعد البكالوريا، فالطالب الذي درس بكالوريا زائد ثلاث سنوات هذا يتحصل على ليسانس ألمدي، أما الذي درس أربع سنوات فيسجل مباشرة في السنة الثانية للماستر. طالب الذي درس بكالوريا زائد خمس سنوات هذا يتحصل على شهادة الماستر مباشرة. المطلب الثالث من مطالب اللجنة الوطنية خارج النظام الكلاسيكي هو التسجيل الآلي لخارج النظام الكلاسيكي في مسابقة الماستر. يعني هذه جملة المطالب اللي ترفعها اللجنة لمنتسبي النظام الكلاسيكي. نعم، بالنسبة للبديل الذي تقترحونه وأنتم يعني أنت يعني كرئيس لجنة لخريجي النظام الكلاسيكي، خاصة وأن الوزير طاهر حجار متمسك بقراره بمنع إجراء مسابقة الماستر للنظام الكلاسيكي. إذا قلنا أنه متمسك بقراره يعني حتى البديل المتوفر حاليا هو تخصيص نسبة 10% فقط لهم في مسابقة الماستر، يعني ما يعني أنه حظوظهم يعني تكون ضئيلة. إذا قلنا أن الوزير متمسك بقراره بإلغاء مسابقة الماستر، فهو أيضا متمسك بقراره بإحالة هذه الشريحة الهامة من المجتمع الجزائري على التقاعد. أما نسبة 10% فتكلمت الوزارة عن نسبة 20% خصصت للنظام الكلاسيكي لمرور إلى مسابقة الماستر، لكن هذه النسبة هي غير مطبقة بغض النظر على أن نسبة ضعيفة فهي غير مجسدة على أرض الواقع. فنحن ندعو إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور. لكن الوزير طاهر حجار يعني بعد الضجة اللي قاموا بها خريجي نظام كلاسيكي والسلسلة الوقفات الاحتجاجية أيضا اللي نظموها، قرر أنه يعني يفتح من جديد مسابقة الماجستير استجابة لمطالب خريجي النظام الكلاسيكي، لكن في ولاية محدودة. ما صحة تصريحات سيدة سبخة؟ لا، لم نسمع بمثل هكذا تصريحات. نعلم أن الوزارة فتحت مسابقة الماجستير بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة فقط، وحسب مصادر الوزارة أنها أيضا لهذا العام ثم تغلق المسابقة نهائيا ولا يتحدث عن مسابقة الماجستير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نعم، طيب يعني في ظل كل هذه العراقيل اللي ربما تجدونها يعني في واجهتكم يعني في تجربتكم الجديده، نعم، شنو هي خطواتكم المقبله يعني في حال تمسك الوزير بقراره؟ اكيد المجلس الوطني اللجنه الوطنيه لخريجي النظام الكلاسيكي سيجتمع بعد 15 يوم لبرمجه ما هي النشاطات المحتمله التي تقوم بها اللجنه الوطنية لخريج النظام الكلاسيكي والتي من خلالها ستحقق الأهداف والمطالب التي سطرت. يعني ما كانش رد من طرف الجهات الوصية فيما يخص مطالبكم؟ أتحدث عن لقاءين جمعنا بالجهة الوصية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللقاء الأول في 13 من أوت بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى، واللقاء الثاني كان في أول سبتمبر بعد الوقفة الاحتجاجية الثانية أمام دار الصحافة طاهر جوت. لكن الوزارة كانت ردها كان
سلبيا، حيث أن القرار كان قرار قد اتخذ وقرار نهائي إلغاء مسابقة الماجستير. أما فيما يخص الماستر فقلنا أنهم منحوا 20% كنسبة لنظام يعني الكلاسيك. قبل مواصلة الحديث سيدة سبخة نروح للبلاتو الأخبار ربما لموجز لأهم الأخبار مع الزميل حكيم بلغيت. نعم إلى حكيم. ونعود إلى النقاش والحديث عن النظام الكلاسيكي. نعم، مع رئيس اللجنة الوطنية لخريجية نظام الكلاسيكي كنا توقفنا عن نقطة مدى تجاوب الجهات الوصية مع مطالبكم سيدة سبخة. نعم الأخت نادية، قلنا أن الجهة الوصية استقبلت وفتحت باب الحوار في 13 أوت للجنة الوطنية لخريجية النظام الكلاسيكي، أين تناقشنا حول هذه المسائل، فتح مسابقة الماجستير ومعادلة الشهادات إلى غير ذلك، لكن لم يكن هناك رد في بادئ الأمر، وطلبت الجهة الوصية إمهالها مدة حتى يكون هناك رد على هذه المطالب. ما هي المهلة اللي منحتوها الوزارة الوصية قبل خمسة يعني 15 يوم قرار تصعيد 15 يوم، ثم عدنا في الفتح من سبتمبر لاستماع رد الوزارة، فكانت قالت أن القرار كان نهائي، قرار إلغاء مسابقة الماجستير. أما فيما يخص الماستر فقد منحت نسبة 20% لفئة النظام الكلاسيكي، لكن نعيد لا بأس أن نذكر أن هذه النسبة غير محققة بغض النظر على أنها ضعيف. يعني بالرغم من أنكم يعني اجتمعتوا مع الوزارة الوصية إلا أنه مطالبكم ما زال ملقاش، إلا أنه اجتماعكم ما خرج بنتائج نعم. إيجابية. طيب وشنو هي خطوتكم المقبلة في حال استمرار الأوضاع لحالها؟ قلنا أن مجلسنا الوطني سيجتمع بعد 15 يوم من الآن لدراسة الخطوات اللازمة التي يجب أن تنتهجها اللجنة الوطنية لخريجي النظام الكلاسيكي من أجل افتكاك هذه الحقوق. يعني ممكن يكون في هناك احتجاجات؟ هي الأمر يرجع إلى المجلس الوطني، هو الذي يحدد كيفية التحرك والآلية التي نتحرك نعم. فيه. نعم، كلمة أخيرة فقط توجه الخريجي النظام الكلاسيكي سيد. بن وجه نداء لجميع خريجي النظام الكلاسيكي على ضرورة الالتفاف حول اللجنة الوطنية لخريجي النظام الكلاسيكي، لأنها هي الضامن الوحيد من أجل أن يكمل الطالب مشواره في دراسته ما بعد التدرس. إن شاء الله. شكرا لك سيد عبد القادر. نظام كلاسيكي ولا نظام كلاسيكي؟ أنا أفكر أني ننضم إلى اللجنة. لأن أعتبرها هي ضحية نظام كلاسيكي. نظام كلاسيكي نعم. ولكن نادي بما أنك مختصة في نقابات ورحت جوجت وذلك بإمكانك أن تنضمي. شكرا لك نادي على هذا النقاش ولضيفك. شكرا للاستضافة الكريم. إذا مشاهدينا ما نزال متواصلين وياكم أخبار الرياضة الآن مع محمد محمودي والحديث عن اتحاد العاصمة الذي صنف بطلا شتويا على حساب البليه. بعد الفاصل. إذا الحديث عن اتحاد العاصمة اليوم حاضر بامتياز، كانت مريم لابسة الأسود والأحمر. أسود والأحمر طبعا. صباح الخير محمد. صباح الخير ياسين. طبعا يوم أمس كانت آخر جولة لمرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى موبيليس. طبعا كان اتحاد العاصمة يعني أنهى مرحلة الذهاب يعني بطلا شتويا دون منازع بفارق 10 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني اللي هو شباب الوزداد اللي فاز هو الآخر ب3-0، وهي نفس النتيجة اللي فاز فيها اتحاد العاصمة أمام اتحاد البليدة. طبعا شباب الوزداد فاز 3-0 أمام الدفاع تاج نانت. مولودية العاصمة صاحب المركز الثالث هو الآخر عاد بنقطة ثمينة من قسنطينة حين من سطيف أقول حين فرض تعادل سلبي أمام وفاق سطيف 0-0. مولودية وهران حققت الأهم أمام شبيبة القبائل وين فازت عليها 2-0. يعني أمل أربعاء يواصل يعني في المعاناة تاعو في مؤخرة الترتيب يعني وين انهزم بهدف 0 أمام شباب قسنطينة اللي يعني حقق فوز معنوي خاصة في ظل الأزمة يعني أزمة النتائج التي يتخبط فيها. يعني كانت هذه أغلب النتائج، ونشوف النتائج كاملة للجولة 15 والأخيرة من بطولة القسم الأول. الأول بإمكان المخرج أن نشوف النتائج تاع الجولة 15. طبعا هذه النتائج. ساري غليزان كان تعادل على ميدانه بهدف لهدف من اتحاد الحراش. مولودية بجاية فازت 3-1 مع نصر حسين داي. شبيبة الصورة رباعية كاملة في مرمى جمعية وهران. مولودية وهران قلنا فازت 2-0 أمام شبيبة القبائل. شباب قسنطينة 1-0 اتحاد العاصمة. وشباب الوزداد
فاز بثلاثة مقابل صفر أمام اتحاد بوليدة دفاع شادنات، والقمة بين وفاق سطيف والمولودية انتهت دون فائز. يعني نشوفوا الترتيب أيضا، ترتيب القسم الأول، اتحاد العاصمة كما نشوفوا ب 36 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة على شباب الوزداد، و 12 نقطة على مولودية الجزائر، في حين أن نشوفوا مؤخرة الترتيب يعني أمل الأربعاء، يعني هذا الأمل الأربعاء يعني في المرتبة الأخيرة يعني بنقاط بثمان نقاط فقط. يعني نشوفوا يعني أمل الأربعاء لو كان يواصل في هذه الأزمة يعني راح يسقط للقسم الثاني. يعني اتحاد العاصمة بعد خروجه من الكأس اليوم هو متصدر القائمة، يعني بعد الخسارة اللي شافها. نعم الخسارة المفاجئة أمام نادي بارادو يعني من سباق الكأس. نشوفوا اتحاد العاصمة راه مركز أكثر على البطولة، ونشوفوا يعني أدى نصف الموسم اللي هي مرحلة الذهاب يعني بامتياز، يعني نشوفوا فارق الأهداف يعني وعلى حسب آخر تصريحات أكبر دليل. يعني نهاية المباريات تكون في شهر ماي، وحتى نهاية الموسم. نعم الموسم آخر مباراة تكون في شهر ماي، في شهر ماي إن شاء الله، حتى ما تكونش في شهر ماي في رمضان، شهر رمضان يعني في شهر ماي. نواصل إذن، نروح لموضوع آخر. المحترفين رياض محرز يعني رياض محرز يصنع الحدث، أمس كان انهزم يعني الحدث يعني كان ثاني هزيمة لفريقه في دوري البريمير ليج. هنا محرز نشوفه يعني يصنع الحدث مثل ما قلتي، لكن ضمن ربما قائمة يعني أفضل 10 لاعبين، أفضل 10 لاعبين في العالم، وهذا على غرار يعني كبار أو نجوم الساحرة المستديرة في العالم على غرار ميسي ورونالدو إبراهيموفيتش. نشوفه لاعب جزائري لبرز هذا الموسم رياض محرز، محمد تصنيف كانت قامت به يعني شبكة سكاي سبور، تبقى من أحد يعني الوسائل الإعلامية الشهيرة في العالم. يعني شوفوا رياض محرز لاعب جزائري برز يعني في هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وإن نشوفوه يعني يحتل مركز رفقة الأحسن أو أفضل عشرة لاعبين في العالم، يعني هذا شرف كبير يعني للكرة الجزائرية. وفي يعني بداية مشواره وهذه بداية الطريق، يعني اليوم في هذا الترتيب على أمل أنه يبقى في هذا الترتيب وفي هذا المرتبة الأولى، وهذا التألق يعني والتميز. الإشارة يعني الأمس شفنا يعني الإرهاق يعني كان مرهق يعني، وهذا ما أدلى به يعني مدرب ليستر سيتي أمس، وإن شفنا ليستر سيتي انهزم بهدف دون رد أمام ليفربول ليبقى يعني من أحد عمالقة الكرة في الإنجلترا. المدرب الإيطالي رانيري كان صرح يعني بعد سؤال حول الأداء تاع المحرز أمس، يعني كان أداء متواضع وين ما شفناش بان أو ظهر كالعادة، يعني قال باللي هذا الإرهاق يعني كان نال من اللاعب الجزائري. نتمنى نشوفوا العودة تاع محرز في المباريات القادمة، يعني مباراة مهمة تنتظر محرز أيضا بعد مباراة الأمس أمام ليفربول، وين راح يواجه رفقة الفريق تاعه، راح يواجهه نادي مانشستر سيتي، ويختموا قبل الميركاتو الشتوي تكون آخر مباراة هذه. ربما الجولة هذه الجولة تاع أمس كانت الجولة 18. نعود إلى الوطن وإلى الرياضات، نخرج من كرة القدم والساحرة المستديرة إلى سطيف، يعني وين شفنا هذا عاصمة الهضاب احتضنت يعني السباق الوطني للدراجات النارية والسيارات الميكانيكية. هنا شوفوا الجبال أو مرتفعات مقرس بعين عباسة تابعة لولاية سطيف، يعني تظاهرات مثل هذه يعني بعيدا عن الكرة يعني لازم تشجع يعني للمزيد يعني عبر سائر ولايات الوطن. هذه التظاهرة عرفت مشاركة أكثر من 40 دراجة نارية و15 سيارة، يعني هم يعني متسابقون يعني هاوون يعني قادموا إلى سطيف من أجل المشاركة في هذا السباق. يعني خاصة نشوفوا يعني الجماهير أو سكان المنطقة سكان سطيف يعني كان
كانوا حضروا هذا السباق وين شاهدوا وين عجبهم هذا السباق ويتمنوا يعني تكرار مثل يحبوا يشوفوا رياضات اخرى على غرار رياضه كره القدم، يحبوا يشوفوا رياضات اخرى خاصه انه فيه كثير من المهتمين بهذه الرياضات اقول لك الرياضات الميكانيكيه طبعا نعم. على غرار لكن ربما احيانا ما يلقاوش الفضاء ولا التنظيم. نعم تنظيم دائما انا شفنا اخر يعني اخر رالي كانت قامت به الاتحاديه يعني كانت لقات صعوبات يعني في من حيث التنظيم، لكن يعني المشاركه تبقى يعني تخلي حافز وجميل مثل هذا المنظمين للقيام او لتنظيم مزيد من التظاهرات. وجميل يعني ان نرى السرعه في مضمارها، نشوف السرعه وخاصه يعني ايضا من الجانب يعني شوفوا مناطق يعني يعني الجزائر تزخر بثروه سياحيه يعني ومناطق يعني لا حتى نقدروا نعرفوا من الجزائريين يعني ما يعرفوش بلادهم. وعشاق السرعه يروحوا لهذه المجالات انه يفجروا هذه الطاقات ما يروحوش للطرق السياره طريق شرق الغرب، ومع الاسف كنا شفنا حصيله كبيره من الموت. نواصل نبقاو في سطيف طبعا يعني وين شفنا جمعيه انيت سيتيف هذه اللي كانت نظمت يعني ايضا سباق محلي بولايه سطيف وهذا لصالح اطفال مرضى التريزوميا. يعني شافوا بلي هاد الاطفال يعني عندهم قدرات وعندهم كفاءات يعني باش يشاركوا مثلهم مثل الاطفال يعني واحد اخرين في الرياضه هذه. يعني شوفوا خاصه يعني الجمعيه كانت يعني حضرت يعني نجوم يعني على مستوى ولايه سطيف على غرار يعني عبد الحميد الرحموني كمال عجاز، هذو لاعبين قدامى لوفاق سطيف اضافه الى جهاد الدين بولحجيلات اللي يعني راه ينشط مساعد مدرب لوفاق سطيف بالاضافه الى المدرب الفلسطيني حاج منصور. يعني مبادره يعني جميلة من خاصه انه ما تتزامنش مع مناسبه معينه مثلا اليوم العالمي لذوي الاحتياج الخاص، هي تقام. فكرت يعني الجمعيه هذه يعني سبور يعني فكرت في القيام بهذا التظاهره من اجل الاطفال هذو المرضى يعني، وكانت يعني عندها صدى من قبل يعني نشوفوا نجوم يعني كانوا قدموا لوفاق سطيف كما قلت على غير الرحموني كمال عجاس يعني والاحتلال والمدرب يعني حاج منصور يعني الغني عن التعريف. العمل تعمم. نعم ايضا كان بعض التصريحات يعني كان جابها المراسل تاعنا في سطيف سالم شقعر ونشكروه يعني ايضا على المجهودات اللي راه يقدمها للقسم الرياضي. طبعا شوفوا نسمعوهم. طبعا احنا جد مسرورون يعني بحضورنا هنا مع هذا الشريحه من المجتمع يعني الشريحه اللي تتطلب يعني المبادرات والجهود المكثفه من اجل احياء قلوب هذه الشبيبه. ان شاء الله يعني السلطات المعنيه واهل الخير يعني يكونوا على اتم الاستعداد من اجل مساعده هذه الشريحه في اطار الحملات التحسيسيه اللي تقوم بها جمعية أنيت الجمعية الوطنية للإدماج المدرسي والمهني لأطفال تريزوميا. قمنا بهذه المبادرة وان شاء الله سيسخا با لا بروميير فوا اللي نديروا مبادرات كيما هذو. دونك درنا سباق في العدوى الريفي لأطفال تريزوميا. كانت هذه من سطيف على امل تعمم مثل هذه التجارب. نعم ايضا يعني نتمناو يعني مثل هذه المبادرات يعني ما تكونش غير في سطيف، تكون في ولايات اخرى. ياسين سوسن يعني كالعاده يعني راح نختموا هذا المحاضرة دائما تختمونا بالجمال او بالفكاهه. فيديو يعني لملعب 5 جويليا يعني نشوفوا من اول مناصر يدخل حتى اخر مناصر يعني يغادر ملعب 5 جويليا بمناسبه يعني الديربي العاصمي اللي كان جرى الثلاثاء الماضي بين الاتحاد والمولوديه. للاسف ان ما شفناش يعني مستوى راقي فوق ارضيه الميدان، لكن يعني تمتع من خلال هذه الصور تاع اللي صنعها انصار الفريقين يعني صور رائعه جدا يعني ولا في البطولات الاوروبيه ولكن ربما الشيء اللي سجلوه في هذا الدربي بالرغم كما قلت من نقص الاداء على ارضيه الميدان، لكن انه كان فيه شيء ايجابي انه ما كانش فيه مناوشات، ما كانش فيه اعمال عنف على غرار واش كان والصور يعني يحدث من قبل. الصور هذه صور جميله جدا. نعم تعبر عن كل شيء يعني تعبر عن الروح الرياضيه يعني اللي كانت سيده بين انصار الفريقين. وهذا الفيديو يعني فيديو رائع نشوفه يعني نستمتع به مع المشاهدين. نعم نستمتع به يعني.
المصور يعني كان التقط يعني مبدع. باختصار يعني كان قام بتصوير يعني الملعب يعني من البداية حتى وصور رائعة لصنعها أنصار الفريقين حتى تخلد في التاريخ لأنه دائما نحن نبحث عن صور جميلة نعم. تخلد هذه المباريات هذه المناسبات إن شاء الله تكرر في المباريات القادمة وفي المباريات يعني عبر سائر الملاعب في الوطن. المهم أن تضع الروح رياضية فقط بعيدا عن كل والعنصر الجمال والعنصر الجمال إن شاء الله بالروح الرياضية طبعا يأتي الجمال يعني كي تكون الأنصار يعني تكون هناك روح رياضية والتفاف يعني راح نشوفه بدون شك جمال فوق أرضية الميدان وفوق المدرجات أيضا أنا نشجع المشاهدين أنه يبحثون مثل هذه الصور والفيديوهات نبثها معك محمد محمودي شكرا لكم العفو إذا نحن المشاهدين نواصل فقرات برنامج شروق مورنينج لعدد اليوم ونمر بكم الآن مباشرة أو بعد قليل إلى صورة اليوم ورقم اليوم بالإضافة إلى نافذتنا حول العالم إذن عدنا مشاهدينا إلى هذه النافذة نبدأها بمواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاغ المختار لنهار اليوم وهو له علاقة ب 27 من ديسمبر 1972 تاريخ رحيل الزعيم الراحل هواري بومدين إذا ممكن نشوفوا الهاشتاغ الذي تم تداوله من يوم أمس هواري بومدين زعيم العرب زعيم العرب كما نشاهد هذا هو الهاشتاغ هو بومدين زعيم العرب نذكر أنه زعيم الراحل قد توفي في مثل هذا اليوم من سنة 1978 يعني شهر ديسمبر قد شهد أيضا رحيل نعم زعيم أقدم حزب معارض في الجزائر والذي تحدثت عنه الصحافة الوطنية اليوم بإصابة راحل حسين أيد أحمد زعيم حزب الأفافاس واليوم كذلك تغريدة أخرى نشوفها نروح للتغريدات ربما سوسن أو كنت عندك معلومة قطعتك عفوا لا معليش نمر مباشرة للتغريدة للتغريدة أولاها ربما من المتحدث الإعلامي أو متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي عاد إلى أعياد الميلاد والتي هنأ بها على حسب قولها المسيحيين حول العالم واستنكر استغلال أعياد لغرض العنف والإرهاب هو دائما شفنا أنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يخرج بخرجات يعني على غرار رمضان كانت فيه فيديو تم تداولها أين كان جالسا في بيت مسلم لتهنئة المسلمين يعني يحاولون دائما تبرير استفزاز المسلمين والفلسطينيين بدرجة الأولى خاصة في مثل هذه الأعياد والمناسبات وكنا شفنا اليوم تطور إيجابي كذلك في صحف بالنسبة لإسبانيا 45 دائرة وبلدية تصوت على قرار أممي يقتضي بسيادة فلسطين على أراضيها ومنع إسرائيل من استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين في تطور إيجابي بالنسبة لكل هذه الأعمال صحيح. المستفزة ضد الفلسطينيين شوفوا أنه في تطور دولي إيجابي كذلك صحيح. حملات كبيرة تقام في أوروبا لمحاربة أو لمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية نبقى في مواقع التواصل الاجتماعي عفوا وتغريدة أخرى حول من المفوضية السامية للأمم المتحدة وهذا الرقم 600 أكثر من 600 ألف نازح داخليا في سوريا استفادوا من النشاطات أو من المساعدات والخدمات التي تقدمها المفوضية السامية نذهب إلى رقم اليوم نعم سوسن. قبل ما نروح للرقم اليوم حبيت نربط فقط بنافذتنا حول العالم بما أنك تحدثت عن مفوضية اللاجئين والحديث عن عدد النازحين في سوريا والخدمات المقدمة لهم هناك ربما أرقام أخرى أو واقع صعب آخر يعيشه عدد كبير من السوريين اللاجئين في مختلف دول العالم وربما الأعمال التي قد يشتغلونها على غرار بيع المنادل كنا شفناهم كثيرا في شوارع الجزائرية بيع كذلك الزهور في مختلف الشوارع تسعى كذلك بعض العائلات التركية في تطور إيجابي آخر لاحتواء أزمة اللاجئين تسعى لتبني بعض الأيتام أو الأطفال السوريين لكن للأسف هذا المساعي الإيجابية تصطدم بواقع آخر وهو رفض القانون التركي وعدم تقبل السوريين كذلك من جانب آخر لقضية التبني هي صحيح وإذا ممكن نشوفوا الفيديو خلال الحديث الفيديو لأحد الأطفال في شوارع تركيا وهو يجمع القمامة هذا الطفل هو يعتبر من اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا والذين يعتبرون أو يستعملون أو يمتهنون ضم وجمع القمامة
لإيجاد أو لضمان لقمة العيش. العيش مع الأسف. وكذلك ياسين، حسب إحصائيات لمنظمة أو لمنظمات تركية، الصراع السوري خلف نحو 600,000 يتيم يعيشون داخل وخارج سوريا. وقد وضعت مؤسسة رأفة القطرية في شهر جويليا الماضي حجر الأساس لأكبر مدينة لإيواء اليتامى السوريين بمدينة أو بدولة أقول تركيا. بتركيا، على أمل أن تعمم مثل هذه التجارب للضم واحتضان هذه الشريحة من المجتمع. إلى رقم اليوم الذي اخترناه لكم مشاهدينا له علاقة بالاحتباس الحراري، 2.5 هي حرارة روسيا التي ترتفع بمعدل 2.5 مرة مقارنة بباقي أنحاء العالم، هو ما كشفه تقرير حكومي من روسيا، والذي قالوا أنه ترتفع الحرارة بمعدل أكبر من ضعفي ارتفاع من باقي العالم، الأمر الذي يثير المخاوف من حدوث فيضانات وكذا حريق الغابات، خاصة أن روسيا معروفة ببعض الأقاليم التي فيها كثير من الجليد والكتل الجليدية. هذا الأمر الذي إن تم ذوبانه سيحدث فيضانات، والأمر الذي يشكل ربما كارثة مناخية طبيعية أخرى. وكنا شفنا توصيات التي خرج بها مؤتمر المناخ كوب 21 بباريس، واتفاق الدول حول ضرورة الوقوف وضرورة الالتفاف لوقف حد لهذه التغيرات المناخية، طبعا لتكون مسؤول عليها العنصر البشري بدرجة الأولى. صحيح. نخرج من جو المؤسف هذا لارتفاع درجة الحرارة والاحتباس الحراري إلى فيديو طريف وآخر ما انتجته الفنادق في العالم، فيديو خمس نجوم، لكن نشوف الفيديو لنتعرف لمن هذا الفندق. هو خبر جيد لراغبين في اهتمام أكثر بالكلاب. مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا شهدت افتتاح فندقين من فئة خمس نجوم متخصصة في الكلاب. الفندقان يوفران على مدار الأسبوع خدمات كبيرة ومتنوعة لمحبي الكلاب، يعني فنادق. كان قبل ذلك والعام الماضي كانوا افتتحوا في فرنسا كذلك باريس بقها مخصص كذلك للقطط. نشوفوا انه في اهتمام كثير بالرفق بالحيوان، لكن ليس بهذه الدرجه من الجوده. سوسن، في الاخير ربما نختم بصوره، لكن قبل الصوره نسالك، ما هو الحلم الصغر اللي كنت دائما تحلمي فيه في المستقبل؟ احلام كثيره. لسي احلام الخليجيه. احلام خليج. نشوف هذا الحلم، حلم الملكة رانيا الذي تحقق، حيث نشرت هذه الصورة في موقعها أو في صفحتها على الإنستغرام. كانت تحلم منذ الصغر أن يكون عندها شوكولاتة توبليرون من حجم كبير، من بين الأنواع التي لا أحبذها بالشوكولاتة. والله هي الملكة رانيا ملكة الأردن قد تحقق حلمها ونالت هذه الشوكولاتة، وهذه الصورة نشرتها بمناسبة أعياد الميلاد والتهنئة التي قدمتها للشعب الأردني والشعوب المسيحية حول العالم. إذا كانت هذه نافذة حول العالم. نواصل فقرة شروق مورنينج ونبقى في جو لايت، صح التعبير، خفيف مع نوال بوسبولة والأخبار الثقافية من فعاليات ومهرجانات. نلقاكم بعد قليل. صباح الخير. مرحبا بك. صباح الخير سوسن. صباح الخير ياسين. صباح الخير نوال. اهلا. اذا بدايه حتكون من تونس الشقيقه مع تواصل او اختتام اليوم بالتحديد فعاليات مهرجان دوز ومهرجان الصحراء الدولي بدوز التونسيه اللي تشارك فيها الجزائر طبعا. اذا هذا الطبعه 48 جاءت بالافتتاح، جاء بثوره ملحميه تحت عنوان ثوره الصحراء اللي شارك فيها اكثر من 500 نقولوا فارس خيل، وكذلك بعض ينشطوا في هذا الطبعة وفي هذا المهرجان بالتحديد. إذا ثورة الصحراء كانت فرصة حتى يعني يشاهدوا من خلالها الزوار والسياح في المنطقة، يعني قبلا كيفاش كانت يعني فرنسا تقوم بتجنيد الخيول وكذلك الجمال وكذلك الرجال في صفوفها، يعني في صفوف الثورة داخل تونس وفي صفوفها في صفوف الحرب على تونس. إذا هذا الثورة أو هذا المهرجان يختتم اليوم بأمسيات شعرية جميلة جدا بمشاركة جزائرية شعرية وكذلك بمشاركة أكثر من 13 دولة عبر يعني شعراء من مختلف مناطق المجاورة من ليبيا الجزائر تونس وحتى المغرب. إذا كان هذا بالنسبة لمهرجان دولي، مهرجان دولي خاص بالصحراء. قبلا فقط كان يسمى مهرجان أو يسمى عيد مهرجان الجمل، لأنه كان كما قلت يتم يعني ركوب على الخيل أو ركوب على الجمل بالتحديد. فيما بعد الجمل
الأولى يعني رجعت اسمه تعميمه أكثر ليكون دولي ويعني يعم القارة الإفريقية شمال إفريقيا بالتحديد. إذن من تونس راح نروح الآن إلى الدوحة، ولكن هذه المرة مع بصمة جزائرية في الدوحة. إذن ليلى بورصالي تنتقل إلى الدوحة يوم 29 ديسمبر الجاري حتى تحيي حفل هناك أندلسي رائع جدا، يعني هو تعرف الشعب القطري وكل وكل شبه الجزيرة العربية على النوبة الأندلسية اللي تختص فيها، وكذلك على الجو الأندلسي اللي يميز يعني الشمال. شاركت في مهرجان الموسيقى الدولي، المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة. إذا ليلى بورصالي راح تسافر أو راح تدينا معها إلى الدوحة يوم 29 يعني بعد غد بحول الله. إذا اخترت مقطع غنائي جميل جدا بصوتها، يعني كانت غنته قبلا فقط حتى نذكر المشاهد، أو حتى كانت في المورنينج، كانت في المورنينج العام الماضي فقط. إذا ليلى بورصالي تمتعنا ببعض النوبات الموسيقية الأندلسية. أقول الراقي يتوجه الى الخليج العربي حتى يتعرفوا اكثر على الطابع الاندلسي اللي خاصه تختص به الجزائر والقاره الافريقيه بالتحديد، يعني شمال افريقيا. اذا من النوبه الاندلسيه ومن الطابع الاندلسي راح نروح الان الى السفن السابع الى السينما، وهذه المره مع فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه اللي ينطلق وراح ينطلق يوم 16 مارس العام 2016 بحول الله ويستمر لغايه 22 مارس. اذا إدارة المهرجان بقيادة أو برئاسة عزة الحسيني كانت ذكرت قبلا أنه المهرجان رح يكون من 17 إلى 23 مارس، ولكن لتزامنه مع الانتخابات المصرية تقرر أن تبديل الموعد إلى 26 مارس حتى 22 مارس. إذن الجزائر رح تكون أكيد حاضرة ومشاركة في هذا الطبعة الرابعة للمهرجان. 22 مارس إلى 26 مارس إلى 22 من 16 مارس إلى 22 مارس أقول. إذن الجزائر رح تشارك فيلم الوهراني للياس سالم في فئة الأفلام الروائية الطويلة، وإلى جانب مجموعة أخرى من الدول. 31 دولة راح تكون مشاركة في الأفلام، وعشر دول راح تشارك من خلال السيناريو من خلال ورشات اللي دائما يعني تعقدها أو تنظمها إدارة المهرجان. أكيد راح يكون مع يعني تواصل مع إدارة أو مديرة المهرجان في محافظة المهرجان في الأعداد السابقة اللاحقة بحول الله من أقول من الأقصر. راح نروح الآن إلى موضوع آخر، هذه المرة مع لطفي دوبلكانو اللي يتنافس أو يرشح لنال جائزة أفضل فناني القارة الإفريقية 2015 اللي راح تكون بحول الله في 20 مارس 2016. إذا لطفي دوبلكانو راح يشارك يعني ضمن قائمة نوعا ما، يعني كان اكتفى فقط بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا راح يشارك ضمن فئة أفضل مطرب رجالي في شمال إفريقيا إلى جانب المغربي أحمد سلطان والمصري تامر حسني وكذلك الليبي أيمن الأعثر والتونسي كافون. هذه وورد ميوزيك أورد، هذه كورا ميوزيك أورد. إذا هذه جائزة كورا أو ميوزيك أورد اللي راح ينافس فيها لطفي دوبلكانو. لتذكير فقط أنه الأغنية اللي راح تكون يعني ينافس من خلالها هي بعنوان ما تخافوش. إذا كان سابقا يعني شارك مجموعة أو أصدر له مجموعة من الأغاني اللي دائما يسلط فيها أو يسلط الضوء فيها على الوضع الاجتماعي يعني اللي تعيشه الجزائر. مؤخرا فقط كان فيديو كليب الخاص بها بعنوان ديما عجبهم، كان حصد أكثر من 760 ألف مشاهدة على موقع اليوتيوب. بذلك يعني ربما تكون فيها بشارة خير حتى يكون من بين التصويت يكون للجمهور في للجمهور هذه المسابقة. إذا إلى جانب ثلاثة أو أربعة من قارة شمال قارة إفريقيا راح يكون لطفي دوبلكانو يعني ضمن المنافسة، ولما لا يعني نتمنى أنه يكون واحد الجزائري الوحيد في هذه المسابقة. إذا من لطفي دوبلكانو راح نروح الآن إلى عالم السينما، هذه المرة مع أفلام مختارة اخترتها لنهار اليوم. فيلم الأنيميشن جديد وهو جميل جدا يعني طريف بعنوان ألفن أند تشيب مانك.
تشير. الجزء الثالث. الجزء الثالث الأخير فقط ويتنافس دائما في صدارة البوكس أوفيس، يحصل المرتبة الثانية لهذا الأسبوع. راح نشوفه مع بعض لقطات من الفيلم. إذن كان هذا ألفن اللي كان في وقت الماضي كان كرتون كنا نشوفه كرتون رسوم متحركة، وعاود يعني كل الأفلام عاود يعني انقلبت أو وجهت إلى موضة الأنيميشن وموجة الأنيميشن اليوم. نبقى في هوليوود، نبقى دائما في هوليوود. إذن هذه المرة مع فيلم ديدبول في جزء جديد لهذا السلسلة، راح تنطلق أو راح يكون في قاعة العرض يوم 12 فيفري 2016 بحول الله. إذن رايان ريلونز هو النجم أو يعني اللي يكون في دور البطولة، ولكن في هذا الجزء بالتحديد راح يكون مصاب بالسرطان، يقوم باللجوء إلى أحد يعني الباحثين أو أحد يعني الدكاترة حتى يقوم بعلاجه، ولكن يكون تجرى عليه بعض التجارب يتغير أو يتغير شكله ليقوم فيما بعد بارتداء يعني قناع أو ارتداء زي حتى يخفي تنكره. إذا وفيما بعد أكيد راح ينقلب السحر للساحر، ويعني هذا النجم يعني كما قلت هو أفلام طريق الأفنجرز وطريق سوبر هيروز. إذا هو من يعني دائما شركة مارفل أو شركة كوميكس دائما تنتج مثل هذه الأفلام. إذا هذا الجزء الجديد قلت راح يكون في 12 فيفري المقبل بحول الله في قاعات العرض السينمائية العالمية. راح نشوفه مع بعض جزء أو مقطع من الفيلم. يعني العاشقين راين رينولدز حيكونوا متفاجئين بطريقه سلبيه، لان وجهه حيكون متغطي من خلال يعني الفيلم، خاصة هو كان انتخب اجمل رجال العالم في 2013 او 14. اذا كان هذا اخر فيلم، كان هذا اخر فيلم او اخر يعني اخر عنقود في الفقره الثقافيه نهار اليوم. اذا البقيه او بقيه المواعيد الثقافيه راح نشوفها مع ضيوف الاجنده الثقافيه. إذا كانت هذه أهم المواعيد الثقافية في الجزائر. نوال شكرا لك سوسن، شكرا لك ياسين. إذا فقط لتذكير أنه تتواصل عروض مسرحية في المسرح الوطني محي الدين بشترزي، مسرحية صوفي نسبة حتكون يوم 30 و 31 ديسمبر بالمسرح الوطني محي الدين بشترزي من إنتاج المسرح الجهوي لقسنطينة.